هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العذراء، رح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، نوايا وإلى ما ستؤول علاقتكما. كذلك رح أتحدث عن العزيب، عزيب برج العذراء. رح نشوف إذا في شخص جديد بحياتكم رح يدخل. رح نشوف يعني هل في رجوع شخص من الماضي أو شو بيطلع لك بالورق. كمان ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني بالكومنت، كتير بحب انه اقرا كل الكومنتات تبعكم. كذلك بدي اقول انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. اذا حسيت القراءة ما بتنطبق عليك، حاول تشوف فيديوهات تانية، حاول تشوف البرج الطالع او القمري. كذلك في احتمالية أن تكون القراءة عكسية، كل ما نشرك في القراءة شخص آخر كل ما كانت احتمالية قراءة عكسية. هذا كل شيء بدي أقوله. رح بلش ببرج العذراء. بداية يا برج العذراء، عم شوفك مبتعد عن الحبيب. كتير كروت بيعنوا الابتعاد، التشاريوت اللي هي العربة تعني الابتعاد والسفر، وكذلك حتى ستة سيوف. عم شوفك عامل بلوك، ما بتحكي مع شخص، مع الحبيب. ممكن كذلك هو عامل بلوك لإلك، ما بتحكوا مع بعض. عم شوفكم زعلانين من بعض، في كتير زعل بهذه القراءة. عم شوف كذلك حتى الحبيب عمل بلوك، ما بيحكي معك يا برج العذراء. اتنيناتكم زعلانين من بعض. عم شوف الحبيب كذلك كأنه بده بداية جديدة، يبدأها بحياته خلص، كأنه بفكر انه انتهيت القصة، وبده يشوف حياته من جديد. اوكي، خلاص بيشوف على انه هذه العلاقة لا تنفع، لانه ممكن كتير كنتوا عم تتخاصموا يا برج العذراء انت والحبيب، وعم شوفوا خلاص يعني وصل لمرحلة بيقول هذه نهاية هذه العلاقة. في كتير زعل بهذه القراءة. عم شوف كذلك حتى مشاعره فيها منا ثابتة حاليا. عم شوفه كتير زعلان، وعم شوفه حتى لو حكيتوا مع بعض او كان في لقاء بيناتكم، كل واحد رح يقول كلام جارح للآخر، لأنه في تجريح بيناتكم. اوكي، كذلك عم شوف من ناحيتك انت يا برج العذراء، عم شوفك كتير زعلان، كتير منقهر، كأنه خلص حتى انت استوفيت واكتفيت من هذه العلاقة. حسيت انه لا تلزمك ابدا. للبعض من برج العذراء بحسوا انه بدهم ينتقموا من هذا الشخص، بدهم انتقام، مو بس حتى يتكلموا معه. عم شوفك عم تراقب الحبيب على السوشيال ميديا، ما عم تحكي معه. عم شوفك كذلك بدك انتقام يا برج العذراء، كأنه هذا الانسان جرحك كتير، وكذلك عم شوفه هو مجروح جدا وقافل كل الابواب. عم شوف كذلك ممكن لبعض من برج العذراء ما كنت عم تحب فيه، انه ما كان عم يعني يتصل فيك، ما كان عم يراسلك، ما كان عم يحكي معك، كأنه كان مهتم بأشياء تهمه اكثر وبتجيب له استقرار اكثر، وكان هامل يعني الحب، هامل مسألة الحب، وهاملك أنت كذلك. ممكن هذا كذا يعني هذه المشكلة جعلتكم أنتو خلص تسكروا أبواب بعض وما تحكوا مع بعض.
كذلك عم شوفك انت يا برج العذراء، كنت عم تحب فيه على انه دائما متجدد، دائما عنده طاقة حلوة، اذا بده يعمل الشيء بيعمله بفرد مرة، يعني ما عنده تأخرات، ما عنده تسويف للشيء، بيعمله بسرعة. كذلك كأنه كان كنت بتحسه انه يعني مشتعل بالحب، ممكن كان بيعبر لك بالحب بشيء من الشغف وشيء من كأنه كنت بتحس انه بحبك عن جد، لأنه كان كأنه شعلة نار. عم شوفك يعني الطاقات اللي عم تطلع عندي هون، عم شوف برج الأسد، برج الميزان، عم شوف كذلك برج العقرب، حتى برج الدلو بشوفه بهذه القراءة. بس تقريبا كل الطاقات، حتى برج الجدي بيطلع بهذه القراءة. عم شوف كذلك على انه يا برج العذراء، كنت عم تحس على انه هذا الانسان هو المناسب، كنت تدعو الله انه تكونوا مع بعض، بس كأنه بحس انه لم يكن بقدر القيمة التي أعطيته يا برج العذراء. كذلك عم شوفه هو كذلك ما كأنه ما كان بحب فيك، لأنه أنت إنسان حساس، إنسان شاعري، إنسان جميل، وكان ما بحب كذلك على أنه ممكن تتفلسف عليك زيادة. ممكن برج العذراء بحب الثقافة، بحب العلم، وبحب أنه يكون كل شيء مقنن عنده. ممكن كان عم يشوفه كأنه عبارة عن فلسفة زيادة، ما كان بيشوفه شيء يعني شيء مهم. كذلك عم شوفك يا برج العذراء، والشيء اللي كان بحبه فيك على انه كنت عم تسايره بكل المواقف، كنت دائما متجدد معه، كنت دائما تسامحه لما يزعلك، دائما انت شخص سموح، بتسمح له كل ما يعني زعلك. عم شوف كذلك على انه انت خلص انتهيت العلاقة بالنسبة لإلك، خلص هذه نهاية العلاقة، ما بدك انه ترجعوا لبعض ولا في نية رجع ابدا. كذلك عم شوفه يعني بيشوف على انه هذه العلاقة انتهيت خلص بالنسبة لإلك ولإله. عم شوفكم وصلتوا لمرحلة ما عم شوف في رجع ابدا، يعني مستقبل العلاقة عم شوفكن يعني في جاستس، في عدالة. إذا هو ظلمك عم شوف أنه العدالة ستأخذ لك حقك يا برج العذراء، إذا أنت ظلمته لا يعني العدالة رح تأخذ له حقه. لهيك أنا ما بقول ما تعملوا، ما يعني ما تخلقوا كارما. الكارما هي إذا أنا عملت شيء مش حلو ستعود الأشياء مش حلوة لإلي. لهيك أنا بحاول أن أقول للناس ما تعملوا كارما سيئة، إذا حتى ظلمك بالعلاقة ما تسبه، ما تاخذ قرار سيء تجاه هذا الإنسان، لأنه مع الوقت رح تنسى هذه العلاقة، بس الكارما رح تعود ورح تأذيك مع شخص آخر. لهيك انتو لازم توقفوا الكارما السيئة، لازم تفكروا بشيء من الإيجابي. حتى لو جرحك خلاص هذا الإنسان لا يناسبني، مش رح رد كرامتي ولا شيء، يلا باي، روح ورح ابكي يوم يومين وبعديها رح انساه. ياما تعرضنا لأشياء كتير سيئة بالحياة ومرت ويعني بترجع عادي، مش يعني مش نهاية الحياة. لهيك ما تخلقوا كارما سيئة لتعود لإلكم. عم شوف العدالة رح تاخد مجراها يا برج العذراء. كذلك عم شوف للناس اللي العزاب، اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، عم شوفكم حاليا عم تنتظروا وبدكم شخص هيك، يعني كل مرة بتحلموا فيه بترسموا شخصيته كيف بدكم اياه، بس
اوكي، بس حاليا انا ما عم شوف ابدا انه في شخص جديد بشهر يناير راح يدخل بعلاقة معكم، ابدا ما بشوف. انا بشوف حاليا انتو كأنه في يعني بتحلموا اكثر بهذا الشخص، راسمينه بتتمنوا انه يجي لحياتكم، بس بهذا الوقت ما عم شوف ابدا في شخص بحياتكم. حتى الكروت او نصيحة التاروت عم شوفها بتقول انه في شخص، بس مو بشهر يناير رح يجي شخص لحياتكم، ممكن يكون من بعيد، من مكان بعيد، عنده منصب عالي، ممكن حتى يكون برج الحمل وعنده منصب عالي قيادي كذلك. وعم شوفكم يعني رح تكون في، أول ما تلتقي بهذا الشخص رح تحس بانجذاب عالي نحوه، وحتى هو رح ينجذب إليك، تحس إنه ما فيك تفترق أبدا بهذا الشخص. هذا الناس العزاب عم شوف يعني مستقبلا أو بالشهور الآتية ممكن يكون شخص بهذه المواصفات. رح نشوف نصيحة الأوراكل كاردز شو بتقول لك يا برج العذراء. عم شوف يا برج العذراء انه كأنه ستأتي يعني عدالة، يعني هيدي يعني ديفينتلي مثلها، يعني رح يكون عدالة من الكون، من المحيط، من العالم، رح تأتيك عدالة. كمان عم شوف هون يا برج العذراء لأنه في دعوة لتستسلم لقوى عليا، كأنه ما تقاوم أبدا التغيير يا برج العذراء. إذا في تغيير حاول تتماشى معه. كمان عم شوف إنه كأنه هذه الأوراق، على فكرة أنه بشوف إنه هذه الورقة كأنه تحصيل حاصل لأشياء عملتها قبلا، أوكي؟ لأنه فيها generation، يعني شيء متوارث، كأنه شيء رح تحصل عليه كنت عملته من السابق. إذا أنت كنت عامل أشياء سيئة مع هذا الشريك، أو كنت ما كنت عم تعمل كارما حلوة، رح تحصد أشياء سيئة. وكذلك إذا كنت عم تعمل أشياء حلوة وكنت عم تقدم وكنت عم تضحي بهذه العلاقة وما شفت منها إلا السيء، عم شوف إنه في كارما جيدة رح تحصل عليها ورح يأتيك النصر. لهيك هيدي دعوة إنه تستسلم لقوى عظمى، يعني ما تقاوم التغيير، حتى لو التغيير ما حبيته هذا التغيير سيكون لصالحك أنت يا برج العذراء. وكمان هون في مساعدة من الكون، مساعدة من الرب. كمان هون في تغيير كومبليتلي بالحياة، بحياتك أنت، بعقلك، بتفكيرك، عم شوف في تغيير سيحصل لبرج العذراء، سواء بالعلاقات، حتى ممكن هذه الكروت مو بس بالعلاقات، ممكن حتى بحياتك أنت يا برج العذراء. بتمنى انه اكون حاولت انه اتحدث ولو بنبذة صغيرة عن شو بيحصل لك. ما تنس... ولهيك انا بتمنى انه تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.